اليوم نكمل محاضرتنا من نشأة ميكانيك الكم ونتعرف على معادلة شرودنجر وصفات الدالة الموجية. تسمى المعادلة تعرفنا على معادلة شرودنجر المعتمدة على الزمن، تسمى المعادلة 2.7 اللي هي هاي. اثنين بوينت سبعة حتى تكون الصورة عنها هاي، اللي هي سالب اتش كتربيع على 8 باي تربيع الام دل السكوير زائد الفي الاكس والواي والزد والتي المعتمدة يعني بها زمن، ابسايل اكس والواي والزد والتي. شو يساوي لنا اي الابسايل اكس والواي والزد والتي؟ شو يساوي لنا سالب الاتش على 2 باي اي بارشل ابساي معتمدة على الزمن على بارشل تي. هذه معادلة شرودنجر المعتمدة على الزمن، يعني اكو عنصر الزمن تي، اذا غير معتمدة على الزمن يعني اشيل التي. اذا هاي معادلة شرودنجر المعتمدة على الزمن، تايم ديبندنت يعني معتمدة على الزمن. في حالات كثيرة يكون النظام مستقر، مما يعني ان النظام لا يتغير. اذا يقول النظام مستقر stationary يعني النظام لا يتغير مع الزمن. عندها تكون الدالة الفرعية الفاي تي ثابتة لا متغيرة، وبالتالي يمكن حذفها من طرفي المعادلة لنحصل على معادلة شرودنجر الغير معتمدة على الزمن. إذا شلون نحصل على معادلة شرودنجر الغير معتمدة على الزمن؟ إذا كان النظام مستقر فالدالة الفرعية راح نلغيها اللي معتمدة على الزمن. إحنا مو قلنا أبساي اللي هي معتمدة على الموقع والفاي هي المعتمدة على الزمن، فنقدر نحذفها من طرفي معادلة شرودنجر وتكون معادلة شرودنجر غير معتمدة على الزمن، time independent يعني غير معتمدة على الزمن. فتصبح شكل المعادلة هذه سالب h كت تربيع على 8 باي تربيع ال m دل السكوير زائد v ال x وال y وال z وال t كله بأبساي ال x وال y وال z وال t. شي يساوي لنا e الأبساي ال x وال y وال z والتي. يعني ايش راح نلغي؟ نلغي هذا من حد المعادلة سبعة اللي هو هذا الحد، هذا المعتمد على من؟ على الزمن. نسميها بدلالة الإي. إذا هذا القيمة تبقى وهذه قيمة تبقى، لكن هنا الحد هذا راح نعبر عنه بثابت يسمى ثابت الطاقة الكلية. إذا لقيت بس الإي إذا غير معتمدة على الزمن، أما إذا لقيت هذا الحد اللي هو الفايلت تي فهي الدالة معتمدة على الزمن. أجي هنا كتبناها بدلالة منو؟ الإي، إذا غير معتمدة على الزمن. أما الدالة إذا كانت معتمدة على الزمن، شوف الفرق بيناتها، سالب h كتربيع على 8 باي تربيع الـ m دل التربيع زائد v x والy والz والt أبسايل x والy والz وفاي للتي. لاحظوا هنا فصلتها، هاي هي جزئين ابساي للموقع وفاي للزمن. من اجمعها نسويها تكون هذه الدالة. هسه انا قسمتها دالتين فرعيتين، احداهما معتمدة على الموقع واحداهما معتمدة على الزمن. اي ابساي هماتين ابساي الاكس والواي والزت والفاي للتي. هسه راح انا شنو اريدها؟ هذه معتمدة على الزمن، غير معتمدة على الزمن ألغي الفاي، تمام؟ راح يكون شكلها بهذا الشكل، سالب h كتربيع 8 باي الام دل السكوير زائد v الأبساي الاكس والز الواي والزت. لاحظوا التي شلته، أبساي اكس واي زت، الفاي للتي شلته يساوي e أبساي اكس والواي والزت. إذا بدون عنصر الزمن فهي ده معادلة شرودنجر الغير معتمدة على الزمن. تنبع أهمية معادلة شرودنجر الأهمية من إنها ومن خلال الدالة أبساي هي مصدر كل المعرفة عن صفات النظام الفيزيائية، إلا إن حل معادلة شرودنجر ليس سهلا، يعني إذا نريد نحل هاي المعادلة ليس سهلا كما قد يبدو للوجهة الأولى، بل على العكس تماما، وفي معظم الأحيان يكون الحل مضبوطا العفو exactly يعني متعذرا. يعني مرات نقدر نحل المعادلة ومرات ما نقدر نحلها، فنقول لا يوجد حل لمعادلة شرودنجر. الأمر الذي أدى إلى تطوير طرق حل تقريبية لإعطاء جواب تقريبي. إذا الأجوبة اللي راح ننطيها لحلول معادلة شرودنجر هي ليست
اكزاكتلي يعني مضبوطة وإنما تقريبية، ويساعد على الحل إن هناك شروط رياضية. إذا من أقول لك تريد تحل حلي معادلة شرودنجر، أول الأسس نضعها أكو شروط نمشي عليها ونحل معادلة شرودنجر. إذا قلنا معادلة شرودنجر غير معتمدة على الزمن أو معادلة شرودنجر معتمدة على الزمن، فطرقنا هنا لازم نوفر شروط رياضية في الدالة الموجية حتى تكون مقبولة نوجزها فيما يلي. إذا ذن الشروط كلش مهمات، اللي هن أولا أن تكون الدالة أحادية القيمة single valued، أحادية القيمة يعني شنو معناها؟ بمعنى أن لكل قيمة محددة من الإكس هناك قيمة واحدة فقط للأبسايد، يعني كل قيمة من الإكس إلها قيمة من الأبسايد. شلون؟ يمثل الرسم التالي دالتين، لاحظوا هذا الرسم، إحداهما أحادية القيمة اللي هو منه الأزرق، لاحظوا كل قيمة إكس هنا سالب 8 إلها قيمة أبساي معينة، سالب 6 إلها قيمة أبساي معينة، سالب 4 من أرسم رسم بياني إلها قيمة من الأبساي. ما تتكرر مثلا عندي سالب 2 وسالب 4 نفس نقطة الأبساي، لا، هاي شو يسمونه أحادية القيمة. لاحظوا الدالة الأحمر، الدالة الموجية الحمراء، عندي قيمة الإكس 2 إلها قيمتين من الأبساي، واحدة هنا واحدة هنا، فإذا شنو؟ ثنائية القيمة وليست أحادية القيمة، هذا اللي أقصد بيها، بمعنى أن هناك قيمتين مختلفتين للأبساي لنفس قيمة إكس، مثلا 6، لاحظ 6 إلها قيمتين، فهنا إذا أول شرط يجب أن تكون أحادية القيمة. ولكن لماذا يشترط في الدالة الموجية أن تكون أحادية القيمة؟ الجواب إن الدالة الموجية هي مجرد دالة رياضية لا تحمل أي معنى فيزيائي. نعرف إحنا ميكانيك الكم كله بدون معاني فيزيائية وإنما في شيء افتراضي رياضي، ومما يدل على ذلك إن الدالة الموجية تحتوي في كثير من الأحيان على أعداد خيالية، إلا إن العالم ماكس بورن أعطى مربع الدالة الموجية أبساي تربيعي، يقول إذا الدالة الموجية ربعتها أو حاصل ضرب الدالة بقرينتها، تعرفون قرينتها شنو؟ اللي هي الكونجيكيت يعني المرافق إلها الأبساي. إذا إن كانت مركبة أبساي في أبساي ستار من أضرب الدالة في مرافقها، شو تصير؟ أبساي تربيع. معنى فيزيائي هو احتمالية، هذا المعنى الرياضي، المعنى الفيزيائي هو احتمالية تواجد الجسم الموصوف بهذه الدالة في نقطة مكانية محددة ونقطة زمانية محددة. يعني شلون؟ إذا ضربت الدالة في مرافقها اللي هو أبساي تربيع، هذه القيمة اللي أطلعها يسمونها الاحتمالية. إذا الاحتمالية هو حاصل ضرب الدالة بقرينتها، يعني أضرب الدالة شنطك إياها تضربها وهي مرافقها، شو تطلع لي؟ المربع مالتها. من أضربها، طبعا هي نضربها رياضيات بتكامل، فهي تمثل لي قيمتها شنو؟ الاحتمالية. شنو الاحتمالية؟ احتمالية تواجد الجسم في هذا الموقع، في هذا الموقع، في هذا في هذه النقطة المكانية اللي هي الإكس والواي والزد، وفي هذه النقطة الزمانية اللي هي بالنسبة للزمن تي. إن لم تكن الحالة الموجودة فيها ذلك الجسم مستقرة، يعني شنو؟ أقول نقطة زمانية إذا كان الجسم غير مستقر، أما إذا مستقر الزمان يلغي ويبقى فقط منه المكان، يعني الفايلت تي تلغي وتبقى أبساي الإكس والتي. فإذا عرفنا أن الدالة الموجية الخاصة بإلكترون يدور حول نواة ذرة الهيدروجين، مثال يعني عندي إلكترون يدور حول ذرة الهيدروجين، النواة عنده دالة موجية خاصة به يدور بها، فنستطيع من مربع الدالة الموجية، مربع الدالة الموجية، احتمالية تواجد الإلكترون في الأماكن المختلفة. يعني أنا من ربع الدالة مال هذا الإلكترون اللي يدور حول النواة، أنا راح أنطي احتمالية تواجده في مواقع معينة، مو كل الأماكن المحيطة بالنواة. نعبر رياضيا عن هذه الفكرة بالمعادلة التالية. إذا ال P معناها الاحتمالية اللي هي probability، probability بالإنجليزي معناها الاحتمالية، بالنسبة لمن؟ احتمالية تواجده في موقع معين X Y Z، يعني الموقع يساوي لنا
مربع دالة الموجة. يعني الأبساي اللي أنطيك إياها الدالة الرياضية شو سوي لها؟ تربيع دي تاو، دي تاو يعني الإكس والواي والزت. بي الإكس والواي والزت إيش معناها دالة التربيع؟ الدالة في مرافقها، حاصل ضرب الدالة في قرينتها يعني مرافقها، نفس الشيء. أبساي في أبساي ستار دي تاو، دي تاو شو يقصد بيها؟ دي اكس ودي واي ودي زت، بدل ما اكتب هنا ثلاثتين كلهن فانا اعبر عنها بدي تاو اللي هي الاكس والواي والزت، المكاني للثلاث ابعاد. البي هي احتمالية تواجد مثل ما قلنا، جاية من probability، في حجم غير متناهي في ضالته دي تاو يعني في الفضاء الاكس والواي والزت. هذه لاحظوها، هاي أنا عندي الفضاء الثلاثي إكس واي وزت الإحداثيات الكارتيزية، هذا الجسم عندنا دالة إكس واي وزت، عندنا ثلاث أبعاد إله دي واي دي إكس ودي زت. احتمالية تواجد هذا الجسم يطلق أيضا على مربع الدالة الموجية اللي هي أبساي تربيع. الأبساي في أبساي ستار تربيع مصطلح كثافة الاحتمالية. إذا كثافة الاحتمالية اللي هي probability density، لأنه حاصل قسمة الاحتمالية على الحجم كما يتضح من المعادلة سابق. زين، أني طلعت الاحتمالية اللي هي probability فقط، اللي ينساها هذا لفظها فقط، بس هاي probability الاحتمالية. شلون نطلعها؟ نضرب الدالة في مرافقها أبساي تربيع. قلت لك طلع لي البروبابيليتي احتمالية تواجد الجسم في هذا الموقع. انت الدالة اللي اعطيك اياها اني تاخذ القرين مالتها، القرين قلنا شنو؟ المرافق اللي بي الاي اذا كان موجب تنطيه سالب، واذا كان سالب تنطيه موجب. من الضربة وي الدالة شو راح تحصل لي؟ البروبابيليتي. اذا قلت لك اريد كثافة الاحتمالية، كثافة الاحتمالية هي probability density. البروبابيلتي دنسيتي الاحتمالية اللي حصلت لي اياها من حاصل ضرب الدالة في مرافقها، تقسم لي اياها على الحجم. ايش قد انطيك الحجم الفوليوم او الدي تاو؟ ايش قد عندك دي اكس دي واي دي زد؟ ثلاث ابعاد تقسمها عليها. اذا الاحتمالية على الحجم، الاحتمالية بي الاكس والواي زد اوفر دي تاو شو يساوي لنا؟ ابساي التربيع اللي هي أبساي في أبساي ستار، واللي هي تمثل لي شنو؟ كثافة الاحتمالية. إذا هسه عرفنا مصطلحين وعرفنا معادلة شرودنجر المعتمدة على العفو الزمن. سيد، بس ماكو صورة. ليش ماكو صورة؟ لحظة، ماكو صورة، ما أدري. مشاركة أني وياكم، جزء انقطع هسه. هسه تشوفينه؟ ايه هسه تمام. تمام. اذا البروبابيليتي هو حاصل ضرب الداله في مرافقها. كثافه الاحتماليه اللي هي probability density هو حاصل ضرب الاحتمالي، العفو، قسمه الاحتماليه على الدي تاو. يعني انت اول مره تضرب الداله في مرافقها تطلع لي البروبابيليتي، تجيب البروبابيليتي تقسم لي اياها على الدي تاو. ايش قد عندك وحده الحجم اللي معطيتك اياها اني؟ شو طلع لي؟ طلع لي الابساي تربيع او الابساي في ابساي ستار، واللي هي شو يسمونها؟ كثافه الاحتماليه probability density. طبعا المصطلحات لازم تحفظونها لان راح يمرن عليكم هوايه، وهن اكثر شيء طلبات بالمسائل. ان قررنا بصحه تفسير بورن لمربع الدالة الموجية اللي هو الأبساي تربيع، وجب أن تكون الدالة إذن أحادية القيمة، إذ لو كانت متعددة القيمة لقيمتان مختلفتان للأبساي، يعني لو إلها أكثر من قيمة، لوجب أن يكون هناك احتمالان مختلفان لتواجد الجسم في نفس النقطة. ها زين، أنا نفرض الدالة مو أحادية القيمة، ثنائية القيمة، ثلاثية القيمة، إذن احتمالية تواجده في هذه هاي النقطة راح تطلع لي الى قيمتين، يعني احتمال الى قيمتين بهالمكان يتواجد، وهذا مخالف للفيزياء والرياضيات. يعني ما معقول الجسم الى احتمالية تواجد مكانين في نفس النقطة. ف
لذلك يجب أن تكون الدالة شبيهة أحادية القيمة، يعني كل قيمة إكس لها أبساي وحدة. الشرط الثاني، أول مرة أن تكون أحادية القيمة، هسه وضحنا معناها. يجب أن تكون الدالة أبساي شبيهة متصلة، متصلة continuous. الدالة يجب أن تكون متصلة continuous، وكذلك أن تكون مشتقتها شنو؟ متصلة. إذن لازم أول مرة أختبر الدالة اللي يعطيني إياها متصلة، وإحنا راح نعرف شلون نطلعها ونقول متصلة أو غير متصلة. إذا متصلة تحقق الدالة، إذا غير متصلة تتوقفون وما تحلون إذا طلعت غير متصلة. اثنين، شو تسوون؟ الدالة نفسها ترجعون تشتقوا ليها مشتقة واحدة. من تشتقونها هم تختبرونها متصلة، لازم يجب أن تكون الدالة متصلة والمشتقة متصلة، إلا يتحقق شرط من؟ شرط حل معادلة شرودنجر. فهذا مما يضمن قابليتها للاشتقاق، وهو ما نحتاجه في معادلة شرودنجر. كما أن كون الدالة غير متصلة يؤدي إلى كون احتمال تواجد الجسم في النقطة عدم الاتصال غير معرف. إذن احتمالية تواجده غير معرفة إذا كانت غير متصلة. لاحظوا هنا احتمالية تواجد الجسم في أبعاد الـ X والـ Y والـ Z. هنا المتصل الدالة بالنسبة للـ X والـ Y، والغير متصل احتمالية تواجده غير معرف، لأنه يعني يجب أن تكون الاحتمالية شبيهة تواجده متصلة. الشرط الثالث، يجب أن يكون لتكامل مربع الدالة الموجية قيمة معرفة وليس ما لا نهاية، يعني ما تطلع انفينيتي من أكامل مربع الدالة الموجية، يعني تكامل أبساي تربيع، تكامل أبساي تربيع قيمة معرفة وليس ما لا نهاية، كما إن الدالة نفسها يجب أن تكون معرفة في كل نقطة ولا يجب أن تكون ما لا نهاية، وإلا كان احتمال تواجد الجسيم في تلك النقطة ما لا نهاية وهو أمر غير مقبول فيزيائيا، يعني استحالة إن يكون تواجد الجسم في نقطة معينة هو لا نهاية، غير أمر غير مقبول فيزيائيا. لذلك يجب أن تكون نقطة احتمال تواجده شبيه في تلك النقطة معرف. نتساءل الآن، ما هو احتمال أن نجد، هسه بالتمارين احنا راح توضح لنا أكثر، ما هو احتمال أن نجد مثلا إلكترون دائر حول نواة ذرة الهيدروجين في الفضاء الممتد إلى المالا نهاية؟ الإجابة، نحن لا نشك بوجود ذلك الإلكترون، يعني أكيد 100% أكو إلكترون بذرة الهيدروجين، نحن متأكدون من أنه موجود في كوننا، وعلى هذا فاحتمال وجوده في الفضاء الممتد إلى المالا نهاية حول نواة ذرة الهيدروجين هو 100% أو 1%، يعني شو وقت 1%؟ إذا يتأين ويفقد إلكترونه. وإذا كان احتمال تواجد الإلكترون في الحجم دي تاو اللي هو X وY وZ موجود عند النقطة الـ X والـ Y والـ Z في الفضاء، هو الـ probability شو يساوي لنا؟ الاحتمالية أبساي تربيع دي تاو. فاحتمالية تواجد الإلكترون في الفضاء الممتد إلى المالا نهاية هو مجموع احتمالات تواجده في كل الأحجام دي تاو المتراصة حول بعضها مكونة الفضاء إلى المالا نهاية. يعني أريد احتمالية تواجده في الفضاء، شو أسوي؟ أجمع كل الاحتمالات تواجده في كل الأبعاد اللي هو الأحجام دي إكس دي واي دي زت، يعني دي المتراصات سوية، إذا جمعتهن كلهن أحصل على احتمالية تواجده في الفضاء كله. والمجموع في لغة الرياضيات شنو؟ مجموع معناه تكامل. إذا تكامل تواجده في هذه الأماكن شي حصل لي احتمالية تواجد هذا الإلكترون، يعني تكامل سالب المالانهاية إلى الموجب المالانهاية تواجده في فضاء المالانهاية أبساي تربيع هو الاحتمالية دي تاو الفضاء. هذا نترجم هذا الحكي فوق، يساوي تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية، دائما نكتبها لازم، أبساي تربيع هو شنو؟ حاصل ضرب الدالة في قرينتها، أبساي في أبساي ستار دي تاو، لازم يجب أن يكون شقد؟ واحد، يعني أقل شيء احتمالية تواجده واحد حول ذرة الهيدروجين. هذه المعادلة
تسمى المعادلة الأخيرة هي شرط العيارية normalization condition. إذن هذا كلش مهم الشرط، أنطيك دالة وأقول لك اثبت لي إياها تحقق شرط العيارية. شو تسوي لي؟ تاخذ الدالة، طبعا أنا أعطيك إياها دالة رياضيات، تاخذ لي مرافقها، تضرب لي الدالة في مرافقها داخل حدود التكامل، الدالة تنزلها في المرافق مالتها، تنزله تكتب لي دي تاو، من تضربها لازم تطلع لك وبعد التكامل شو يطلع لك النتيجة؟ واحد. إذا طلعت لك النتيجة واحد شنو؟ الدالة شبيه حققت شرط العيارية اللي هو حققت الـ normalization condition، شرط العيارية، وهي السبب فيما اشترط سابقا من كون مربع الدالة الموجية قيمة معرفة لا ما لا نهاية. إذا لازم يطلع لها قيمة واحد، ما تطلع الانفينيتي. إذا انفينيتي إذا احتمالية تواجده غير معرفة، لازم تطلع لي واحد. إذا ما طلعت لي تقول الدالة غير معرفة وتوقف. زين، نتعرف على شروط أخرى. شرط التعامد orthogonality condition، orthogonality condition شرط التعامد عند تشغيل مؤثر ما على أداء. احنا قلنا المؤثر شو نسميه؟ operator. كل مؤثر انا سميته هنا او مؤثر، اي مؤثر سواء كان اجهاد، قوة، دفع، سحب، اثرت على جسم معين. الجسم اسمه دالة موجية حسب معادلة شرودنجر. الجسم شو اسمه؟ اف. اثرت عليه في قوة او مؤثر معين. من اقول مؤثر لازم اخلي فوقه شنو؟ الهات، القبعة فوق المؤثر حتى اعرف انا ميكانيك الكم. يكون ناتج تلك العملية الرياضية، ايش تطلع للعملية الرياضية؟ هو نفس الدالة، يعني يطلع لي نفس الاف مضروب بشنو؟ بعدد لامدا، يعني تطلع لي الدالة نفسها مضروب عليها عدد. هذا العدد هو ناتج من تأثير منه؟ تأثير المؤثر على الدالة. إذن الدالة ما تتغير، بس يطلع وياها شنو؟ مرافق، شو يسمونه؟ اللامدا. فإن المعادلة التي تمثل العملية أعلى تسمى معادلة القيمة المميزة، أو معادلة نفس الحكي نفس اللفظ، القيمة المميزة أو معادلة القيمة الذاتية، Eigen Value Equation. Eigen Value Equation يعني معادلة القيمة الذاتية أو المميزة، تسمى الدالة F الدالة المميزة أو الذاتية. إذن القيمة اللي تطلع لنا هاي المعادلة كلها Eigen Value Equation، يعني معادلة. الدالة شو يسمونها؟ الذاتية، Eigen Function. Function دالة Eigen Function اللي هي الـ F، Eigen Equation المعادلة كلياتها للمؤثر Operator. ويسمى العدد لامدا شو يسمونه؟ بالقيمة المميزة Eigen Value. إذن Eigen Value قيمة مميزة، Eigen Value Equation قيمة أو معادلة القيمة المميزة، Eigen Function الدالة الذاتية اللي هي F. كل واحدة لازم تعرفوا ليها من تكتبون المعادلة تكتبون مقابلها الـ F Eigen Function. اللامدا هي Eigen Value. إذن الأوبريتر المؤثر عندما يؤثر في الاف الدالة يشين تجي لنا اللامدا مضروب بمن؟ في الدالة نفسها. إن الهدف من حل معادلات القيمة المميزة هو معرفة أي الدالات هي دالات مميزة للمؤثر المستخدم، ومن ثم معرفة القيمة المميزة لكل دالة مميزة. إذا هذا الغرض منها. وعندما نقوم بحل معادلات القيمة المميزة فإننا نحصل على اللانهاية من الدالات التي تصلح لأن تكون دالات مميزة. وهنا نفرق بين حالتين. إذا من نحل نحصل على هواية حلول، بس شيء ميزنا أن يكون لكل دالة مميزة من الدالة F، لكل دالة مميزة قيمة مميزة تختلف عن الأخرى، يعني كل دالة لها قيمة معينة، قيمة مميزة تختلف عن الأخرى، يعني ما يشابهن دالتين إلهن نفس القيمة، كل دالة لها قيمة خاصة بها. اثنين، أن يكون لدالات مميزة مختلفة نفس القيمة المميزة، وهذا يسمى بحالة الانحلال، يعني دالات هواي
دالاته واي مختلفة مميزة مختلفة نفس القيمة المميزة. شو يسمونها هذه الحالة؟ إذا هواية دالات إلهن نفس القيمة المميزة يسمونها حالة الانحلال، اللي هي degeneracy يعني انحلالية، يعني الدالة كأنما ينحلن كلهن ويرجعن يرتبطن بيمن بقيمة مميزة واحدة، اللي هو من القيمة المميزة اللمدة. لتوضيح المفاهيم الأساسية نتأمل في معادلة شرودنجر. هسه راح حكينا الشروط، راح نوضحها أكثر عليها من ناخذ معادلة شرودنجر ونشتغل عليها. إن معادلة شرودنجر هي معادلة قيمة مميزة كما هو واضح، حيث إن المؤثر المستخدم، معادلة شرودنجر قلنا أبسط، هي أصلا معادلة شرودنجر معادلة الطاقة. الطاقة الكلية شو يساوي لنا؟ الطاقة الحركية زائد الطاقة الكامنة، طاقة الجهد. فالمؤثر اللي يأثر بالدالة هو منو؟ مؤثر الطاقة. والقيمة المميزة هي طاقة النظام. ولنكون أكثر تحديدا نتأمل في معادلة شرودنجر خاصة بذرة يا ذرة هيدروجين. يعني مؤثر أثر في معادلة شرودنجر. المؤثر هو عبارة عن شنو؟ الـ H هاملتونيان اوبريتر، اللي هو التي درجة الطاقة الحركية زائد الفي الطاقة الكامنة، أثرت في دالة، شو ينتج لنا؟ طاقة النظام في الدالة. إذا هذا منه المؤثر، الدالة المميزة شو نتج لنا؟ قيمة مميزة في الدالة نفسها. أبساي إذا عدة دالات، عدة دالات الشرط الثاني، هذه كل قيمة، كل دالة لها قيمة مميزة معينة، أو كل عدة دالات لها قيمة مميزة واحدة. يعني أبساي الآن اللي هي 1 2 3 4 ينتج لنا قيم من الطاقات للدالة نفسها، حيث إن يرمز الحرف N الذي تم إضافته في المعادلة إلى أن هناك عدة دالات، N من الدالات تصلح لأن تكون دالات مميزة، وأن هناك قيمة مميزة من الطاقة لكل دالة مميزة. يعني كل قيمة، كل دالة مميزة لها قيمة مميزة. ويوضح الجدول التالي بعض من هذه الدالات المميزة وطاقتها لإلكترون ذرة الهيدروجين. هنا دالة بيا مستوى، مستوى الأول 1s، شو يكون قيمة المميزة لها؟ طاقة 1s. يا مستوي، مستوي الأول، مستوي الثاني أبساي N، N ايش قد عوض عنها؟ 2، المدارس الأول الابتدائي S، ايش تطلع عندنا الطاقة؟ E2S. بالثالث أبساي 2BX، لأن تعرفون المدار الثاني ايش بي؟ 2S و2B، صب X و Y و Z، ايش ينتجي لنا؟ E2B، وبال Y أيضا E2B، وبالـ E E2B، لأن عندنا S1 2S 2B. هسه نجي منو؟ 3S، 3S هم يطلع لنا E3S حسب المدارات، فيكون ترتيب الدوال هيك. نلاحظ في الجدول أعلى إن هناك ثلاث دالات مميزة لها نفس القيمة المميزة، وهي الدالات الخاصة بالفلك منو؟ B. يقول يعني أكو ثلاث دالات كلهم خاصات بالفلك من المستوي الثانوي بي. أول مستويين حقق حالة شرط الأول، أن تكون لكل دالة قيمة مميزة واحدة. البي هي حالة يسمونها حالة الانحلال، بي زت بي اكس بي واي بي زت، اللي هو ديجنريتا، يعني شنو؟ من حلات، يعني البي انحلت المن الاكس وواي وزت. في حالات الدالات المميزة الغير منحلة، يعني ما تنحل X و Y و Z، اللي هن منو؟ الـ S non degenerate، غير منحلة، ينطبق شرط التعامد. إذا بالغير منحلة ينطبق شرط التعامد، اللي هي شنو؟ لازم ايش يساوي لنا؟ هسه راح نوضح له. لتكون الأبساي I دالة مميزة، وأبساي J العفو دالة مميزة أخرى، عندي دالتين، أي دالتين سواء كان دوال جهد طاقة. طبعا هنا الأبساي يقصد بيها أي شيء بنظام الفيزياء، احتكاك،
حرارة، طاقة دورانية، طاقة ميكانيكية، أي نوع من فعاليات تعتبر طاقة فيزيائية. عندي دالتين، واحدة أبسايل آي وواحدة أبسايل جي، لها قيمة مميزة مختلفة عن تلك التي للأبسايل دال. إذا كل واحدة إلها، هي نص شرط التعامد. شرط التعامد شو وقت يتحقق؟ إذا كانت تكون الدالات شبيهة غير منحلة، يعني ما تتفرع. فأنا شو أسوي؟ شلون أتحقق بيهن؟ عندي دالتين راح أضربهن سوية، أبساي جي كونجكيت، أخذ الدالة الأولى أبساي الآي أضربها قدامها بمن؟ بمرافق الثانية، لازم تطلع النتيجة جيد صفر. إذا دالتين الأولى نزلها مثل ما هي، والثانية أشوف مرافقها وأضربها ويا هاي. لاحظوا لازم تكاملهن شنو يطلع؟ صفر. إذا طلع صفر شو أقول؟ حقق شرط التعامد. يعني شنو؟ الدالة غير منحلة، نون ديجنريت. أما إذا ضربت الدالة هي نفسها الآي والجي أيضا هميا في الديتاو، لازم تحقق أنه صفر. شرط العيارية، إذا شرط التعامد لازم ضربهن صفر. شرط العيارية تكامل أبسال بالأبساي موجب الأبساي، أبساي الآي تربيع اللي هو دالة في نفسها مرافقها. لاحظوا هنا مو دالة في مرافقها، دالة في مرافق الثانية، يطلع لنا صفر. أما الدالة في مرافقها لازم ايش يطلع لي؟ واحد. إذا هذا شرط لازم أحققه، وهذا شرط لازم أحققه. لاحظوا التدريب، أي من الدالات التالية هي دالة مميزة للمؤثر دي أوفر دي إكس؟ المؤثر منه هذا أثر بي دوال. خلينا نشوف أي منها دالة مميزة للمؤثر دي تربيع الدي إكس تربيع. أحسب القيمة المميزة إن أمكن. عندي هلن الدوال exponential i kx cosine kx k kx exponential سالب ax تربيع. راح دني عندي دوال هاي أبساي وهاي أبساي وهاي أبساي وهاي أبساي وهاي أبساي، دني دوال أثر عليه المؤثر منه. عندي مؤثرين، واحد دي دي اكس واحد دي تربيع دي اكس تربيع، راح أثر عليهن وأشوفهن يا هلي منهن إلها قيمة منه مميزة ويا هل إلها يا هي الدالة المميزة. هل تطبق معادلة القيمة المميزة على الدالات؟ راح نجرب. أجيب الدالة أول وحدة دي أوفر دي إكس، أول وحدة شقيت إكسبونيشال أي كي إكس، اشتقوا ليها مشتقتها أثر مؤثر في الدالة يساوي الدالة نفسها إكسبونيشال أي أي إكس مو مشتقتها الدالة في مشتقة الأس. شقد الأس مشتقته بالنسبة للإكس؟ أي كي. إذا إيش طلع لي؟ الدالة نفسها مضروبة في مؤثر هو لمدا، فهذه المعادلة الأولى. أجي الثاني دي أوفر دي إكس اللي هو إف، شو يساوي لنا لمدا إف؟ يعني هاي الصيغة مالتها. إذا شو نقول هاي المعادلة؟ يس إيجن فاليو اللمدا شقد هي؟ أي كي. إذا نكمل الحل بنفس الطريقة للدالات الأخرى وكذلك للمؤثر الثاني. يعني المؤثر الثاني شنو؟ تجيبوا لهنا دي تربيع دي اكس تربيع المشتقة الثانية لهاي المعادلة، وشوفوا لي هم ايجن فاليو والدالة نفسها قيمة مميزة لو لا، وتسووا لي اياهن على الباء والجيم والدال والهاء، تختبروا لي اياهن وتشوفون هذه الدالة. إذا ما طلعت دالة مميزة تقولوا لي نو، ليست دالة مميزة. هل تصلح exponential i k x لأن تكون دالة موجية؟ إذا بما أنه حققت الدالة تصلح دالة موجية لو لا؟ جاوبوا لي نعم لو لا. وليش؟ لأن حصلنا على دالة قيم eigen value للدالة أثرت بها حسب الشرط منه، شرط القيم المؤثر. أوجد في كل من الدالات التالية قيمة الثابت a بحيث تكون الدالة شنو؟ هنا الشغل هذا يراد له ورقة وقلم، يعني تتدربون. عندي دوال وعطيتك اياهن، اريد قيمة ثابتة اي موجود بيهن بحيث تكون الدالة شنو؟ عيارية. يمتى تكون دالة؟ شرط العيارية عندنا وشرط التعامد. التعامد اذا ضربتهن لازم صفر، العيارية اذا ضربت لازم ايش يطلع للناتج؟ واحد. اول معادلة ايش عندي؟ ابساي شنو قيمتها؟ اي اكسبونيشال سالب كي اكس،
والاكس وحدود التكامل منين؟ من الصفر لمن؟ للمالانهاية. اجي اكتب معادلتي العفو. شرط العيارية شو تقول؟ تكامل الدالة في مرافقها أبساي في أبساي ستار دي تاو شو يساوي لنا؟ واحد. أجي أعوض تكامل، حدود التكامل منين؟ قايل لي من الصفر للمالانهاية، حطيت من الصفر للمالانهاية. الدالة أبساي ايش قد عندي؟ أي إكسبونيشال سالب كي إكس، مرافقها يها أي ما بيها، إذا مرافقها ينزل كما هو، لأن لو عندي أي هنا صارت هاي موجب، واضح؟ بس هنا ما عندي اي، تنزل نفس المرافق نفسه. زين دي تاو اكس واي وزت، انا هنا عندي بالنسبة لمن فقط؟ بالنسبة لاكس، اذا نكتب هنا فقط دي اكس. اذا عندي ثلاث ابعاد لازم اذكرها ثلاث ابعاد. لازم شي يسوي لنا شرط العيارية قايل لي؟ واحد. هسا اضرب اي في اي برا، يطلع عن اي تربيع تكامل الصفر للمالانهاية اكسبونيشال. هذني من اضرب اكسبونيشال في اكسبونيشال عند الضرب تجمع الاسس، سالب واحد بسالب واحد يصير سالب اثنين كي اكس دي اكس. هسه اجي اكامل، اي تربيع تطلع برا يساوي تكامل، هذا التكامل اكسبونيشال ايش قد مشتقته؟ دالة في مشتقتها، مشتقتها ما عندي، ايش محتاجة؟ سالب اثنين كي مشتقتها، فاذا احتاج سالب اثنين كي، اضرب هنا سالب اثنين كي واقسم على اليمن برا على سالب اثنين كي، سالب اثنين كي اكسبونيشال سالب اثنين كي، حدود التكامل منين؟ من الصفر للمالا نهاية. حفظوا دائما شلون تشتقون الاكسبونيشال، يساوي سالب اي تربيع على اثنين كي، لان التكامل يشترط ان تكون الدالة ومشتقتها موجودة. انا عندي بس الدالة بس المشتقة ما موجودة، فهنا ضربت هنا بداخلها وخرجت بداخلها هنا الدالة، يساوي انه سالب اي تربيع على اثنين كي اجي اعوض اكسبونيشال من الصفر للمال اكسبونيشال المالا نهاية، لان اعوض هنا مكان الاكس مالا نهاية صفر، اكسبونيشال المالا نهاية صفر ناقص اكسبونيشال سالب هذا كله صفر، اكسبونيشال الصفر شي يساوي لنا؟ واحد. اذا عوضت صفر ناقص هذا الصفر راح، سالب في السالب موجب اي تربيع على اثنين كي يساوي واحد. انزل الواحد مال شرط العيارية مقابله، تمام؟ هسه انقل طرفين في وسطين، اي تربيع يساوي اثنين كي، اذا الاي شو يساوي لنا؟ زائد ناقص جذر اثنين كي، لان ربعنا جذرنا العفو. اذا قيمة الاي ايش قد؟ زائد ناقص جذر اثنين كي باء هاي. هل تصلح الدالة ساين اي اكس على ال ان تكون دالة موجية؟ وضح اجابتك. يعني انا شو اسوي؟ اول مرة طلعوا لي هذا قيمة الاي، ساين تربيع اي اكس على ال، ساين تربيع تكامل تاخذون لي اياها دالة في الكونجكيت مالتها، وحدود التكامل منين؟ من ال ال للصفر، وساوي لي اياها للواحد، ضربون الدالة في مرافقها دي اكس، طلعوا لي قيمة الاي نفس الطريقة بس هنا ساين. تدريب، هل الدالتان اثنين اكسبونيشال سالب اثنين اكس واربعة اكسبونيشال سالب ثمانية اكس متعامدتان؟ زين انا شلون احقق شرط التعامد؟ عندي دالتين، وحدة هاي وحدة هاي، هاي اخذ الكونجكيت مالتها نفس القيمة طبعا لان ما بيها اي، وهاي دالة نفسها، فانا شو اسوي؟ اضرب هاي في هاي، حدود التكامل منين؟ من الصفر لثمانية متعامدتان، لازم شو يساوي لنا؟ صفر. فتطلعوا لي اياها، لازم تطلع لك القيمة ايش قد؟ لازم تساوي صفر، من تضرب هاي الدالة في هاي الدالة داخل حدود التكامل تطلع لك صفر، إذا طلعت صفر تقول متعامدتان، إذا ما طلعت صفر تقول غير متعامدة، لا تحقق شرط التعامد. مبدأ عدم التأكد لهايزنبرغ،
هل بالإمكان مبدأ عدم الدقة، يعني عدم دقة تواجد الجسيم في هذا المكان؟ هايزنبرغ هو وضع هذا المبدأ على عدم دقة تواجد الجسيم في مكان معين. هل بالإمكان أن نحدد في نفس الوقت مكان وسرعة الجسم، أي جسم، بدقة معينة، بدقة كبيرة؟ العفو، للإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى معرفة فيما إذا كان المؤثر الخاص بالمكان والمؤثر الخاص بالزخم تبادليين. إذن مبدأ الدقة يقول أني أقدر أحدد هذا موقع الجسم وسرعته باعتمادا عليا على الموقع والزخم. لازم المؤثر الخاص بالزخم والمؤثر الخاص بالمكان تكون العلاقة بيناتهم شنو؟ تبادلية. تمام؟ هسه شنو القصد التبادلية؟ كما قدمنا عند الكلام على المؤثرات، نجرب ذلك على أي جسم موصوف بالدالة الموجية إبساي. عندي زخم، الزخم بميكانيك الكم بي باتجاه الإكس، طبعا زخم باتجاه الإكس، أوبريتر مؤثر اتش على 2 باي اي بارشل بارشل إكس، هذا منه الزخم. موقع، إنه موقع يعني مكان وزخم، الإكس هو إكس أوبريتر. أجي التبادلية يعني أثر الأول، إذا أثر على الدالة والثاني برا منتظر الإكس، بي الإكس هو نفسه إذا أثر الإكس قبل البي، يعني الإكس قبل البي. إحنا داخل الأقواس يشتغل، داخل الأقواس والبرا ينتظر. إذا أثر الزخم أولا على الدالة ثم الموقع، نفسه إذا أثر الموقع بعد العفو الموقع وبعدين الزخم، يعني بس التبادلية. إذا تحققت هنا التبادلية حقق مبدأ الدقة الهايزنبرغ، بس إذا ما تحققت هنا العلاقة أنت تقول عدم الدقة لم يحقق هنا، فقط عندما تكون العلاقة بين الموقع والزخم. انا عندي الدوال ذني بالميكانيك الكمي، قلنا ال h على 2 باي اي بارشل بارشل اكس هو الزخم، وال x اوبريتر هو الموقع. فاني من اضرب اول مره اطلع ال x بره، بي لل x، اجيب الزخم اضربه بالداله، خليت ال x بره، الزخم ايش قلت؟ h على 2 باي اي بارشل ابساي على بارشل اكس يساوينا ال x بره. وهسه تجون هاي دخلونها على الابسايد، مو دخلت على الابساي، هسه تدخل هاي هنا اكس اتش على 2 باي اي بارشل ابساي على بارشل اكس، يعني ايش قد عندك الداله تشتقها بالنسبه لمن؟ بالنسبه للموقع. القيمه تطلع بالضبط يمته اذا نفس الشيء ويا من؟ اذا دخلت الاكس بالبدايه على الابساي وبعدين خليت البي ينتظر برا، اللي هو الاتش على 2 باي اي بارشل بارشل اكس، ومضروب منه هنا الاكس في الابساي، واللي هو الاتش على 2 باي اي. هاي عندي هنا شنو؟ مشتقة حاصل ضرب دالتين، اللي هي الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى، الاولى في مشتقة الثانية دي اكس، لاحظوا هنا العفو، ثانية في مشتقة الاولى، ثانية ابساي في مشتقة الاولى دي اكس اوفر دي اكس، شو تصير؟ واحد راحت، زائد الأولى x في مشتقة الثانية بارشل أبساي على بارشل x، ويساوي إن h على 2 باي اي الأبساي زائد x، وهذا يدخل هنا توزع هنا وهنا، h على 2 باي اي بارشل أبساي على بارشل x. هاي القيمة من تطلع كون تساوي، من أضرب كلها تساوي هاي، إذا شو تصير الخاصية؟ تبادلية. يتحقق يا موقع هايزنبرغ بيل x الاكس للابساي لا يساوي الاكس بي للابساي، يعني شنو هنا؟ المؤثرين غير تبادلين، فاننا لا يمكن اذا ما تساوون، فاننا لا يمكن في نفس الوقت ان نحدد مكان الجسم وزخمه وبالتالي سرعته، اذا بدقه كبيره. فان امكننا تحديد مكانه بدقه فذلك يعني اننا لا نعرف سرعته بدقه، والعكس صحيح. رياضيا يعبر هذه العلاقة والتي تسمى بمبدأ عدم التحديد أو عدم الدقة نفس الحكي لهايزنبرغ بالمعادلة الآتية. هاي معادلة هايزنبرغ.
كيو هنا موقع اقصد بيها هنا، يعني جاي من الموقع، تغير من موقع اذا اضربه في تغير في الزخم اكبر او يساوي العلاقة h على 4 باي. مقدار الخطأ في تحديد الموقع ومقدار الخطأ في تحديد الزخم، وبالتالي سرعته يساوي h على 4 باي. يعني انا شطك الموقع وشطك الزخم تضربهن سوية لازم يطلع h على 4 باي. هسه التدريب. عند تحديد سرعة رصاصة كتلتها 1 غرام انطلقت من مسدس، كان الخطأ التجريبي في قيمة السرعة المحددة مايكرو متر لكل ثانية تربيع. احسب مقدار الخطأ في تحديد موقع الرصاصة. يريد احدد موقع الخطأ في تحديد موقع الرصاصة. دلتا بي يساوي لنا تغير في الام بي. الام هذا طبعا كمثال، الام في دلتا بي يعني من اللي يتغير به، فقط الكتلة ثابتة اذا يدخل التغير على يمين على السرعة. الدلتا كيو اصغر او يساوي h على 4 باي في الدلتا بي، يعني بس نقلت الدلتا بي بهاي الجهة، h على 4 باي دلتا بي. اجي اعوض الدلتا بي اللي هو m دلتا في. دلتا كيو يساوي ال h 6.6 في 10^(-34) جول في الثانية، 4 تنزل باي 3.14 نسبة ثابتة في كتلة الالكترون، العفو كتلة الرصاصة شقد؟ 1 غرام اللي هي 1 في 10^-3 كيلوغرام. في دلتا في السرعة شقد قايل لنا؟ 2 متر مايكرو، 2 يعني 2 في 10^-6 مايكرو متر لكل ثانية، يعني متر في ثانية (-1). ضربونها تطلع لكم منو مقدار الخطأ في تحديد موقع الرصاصة، شقد؟ 2.6 في 10^-26 لكل. هذا رياضيات، احنا هنا ما نشتغل هيجي، لا نشتغل بالتكامل حسب قانون هايزنبرغ. لا شك ان الخطأ في تحديد موقع الرصاصة ضئيل جدا بل ومهمل من الناحية العملية، يعني 10^-26. افلا نستطيع الزعم بان السرعة والموقع قد تم بالفعل تحديدهما بدقة كبيرة في نفس الوقت؟ هاي بالفيزياء كلاسيكية، يعني ترى سالب 26 كلش قليلة. فاحنا هنا بالفيزياء الكلاسيكية حددناهم، ولكن هذه الدقة لا تتحقق إلا مع الأجسام الكبيرة. أما الأجسام الدقيقة المجهرية اللي نقصد بها إلكترون يدور حول النواة وميكانيك الكم، هنا يكون الخطأ يعني هاي النسبة سالب 26 إلها قيمة كبيرة في ميكانيك الكم، فبسبب كتلتها ضئيلة جدا يكون الخطأ كبيرا كما يتضح في المثال الثاني. شوف المثال هنا أنا. حدد مقدار الخطأ ذاك رصاصة، هنا حدد مقدار الخطأ في سرعة الكترون، نعرف انه يتواجد ضمن الفترة انترفال عرضها شقد؟ 50 50 العرض مالتها 50 بايومتر، العفو بيكومتر، البيكو بس هنا لازم بيكابيتال، البيكو 10^-12 متر. اذا موقع الجليد مالته 50 في 10^-12 متر. المبدأ الدقة دلتا في يساوي ان h على 4 باي ام دلتا كيو. هنا دلتا في اريد السرعة مالتها، الموقع مطيني اياه 50 في 10^-12، وذن الثوابت كتلة الالكترون 9.1 في 10^-31 وثابت بلانك نفسه، والاربعة باي ثابتة، تطلع لك شقد؟ 1، يعني شوف شقد القيمة، يعني تقريبا 1155 كيلو متر لكل ثانية بالنسبة للإلكترون، إذا القيمة كبيرة. فهنا لازم الأجسام الضئيلة تؤخذ بنظر الحسبان. من علاقة عدم التحديد يعني عدم الدقة بين السرعة والموقع، نستطيع أيضا أن نستنبط العفو علاقة عدم تحديد بين من؟ الطاقة والزمن، ذاك الموقع والزخم. هنا طاقة وزمن، الكيو شو يساوي لنا؟ الموقع. احنا نعرف السرعة شو يساوي لنا؟ الإزاحة على الزمن. إذا الإزاحة اللي هي الكيو يساوي لنا السرعة في الزمن. زين، احنا قلنا الدلتا كيو تغير هنا في الدلتا تي، في
في الدلتا تي، يعني الموقع بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزمن. احنا الاي شو يساوينا؟ نصف الام الفي سكوير، اجي اعوض نصف الام الفي سكوير، الدي اي شو يساوينا؟ مشتقتها نصف الام، هذه مشتقتها شلون؟ 2 في دي في، 2 في دي في مشتقات الفي سكوير. اذا شو يساوينا؟ افتح بين قوسين حتى ارجعها للزخم، 2 و2 تروح الام في ام في ام في دي في، هذه بس دخلت اللي هنا. أنا شنو دخلت؟ الام داخل حدود الاشتقاق، يعني الفي برا بقت والام هنا اجت تحولت. الام في الفي شو يساوينا؟ بي. اذا في في الدي بي، رجعتها للزخم لو لا؟ رجعتها للزخم. اذا الدلتا اي تغير بالطاقه شو يساوينا؟ في في دلتا بي. اذا العلاقه بين من؟ بين الطاقه والزخم، العلاقه بين الموقع والزمن. وهناك ايش عندنا؟ العلاقه بين الزخم والموقع. منا اقدر اطلع الدلتا بي شو يساوي؟ ان الدلتا اي على في. اذا اضرب الدلتا كيو في الدلتا بي حسب قانون هايزنبرغ، اجي دلتا كيو في في الدلتا تي دوت الدلتا بي، ايش قد عندي؟ دلتا اي في الفي. اذا دلتا اي في الدلتا تي الطاقه في الزمن اكبر او يساوي اتش على 4 باي. اذا اقدر اطلع الموقع الطاقة للزمن، والموقع للزخم، والزمن والموقع للزمن، وبعد شي طلع والزخم للطاقة. لاحظوا الزخم مع الطاقة، ذن علاقات كلش مهمة. توضيح علاقة عدم تحديد الدقة بين الطاقة والزمن، نضرب المثال التالي. تطلق بعض النظائر المشعة مثال جسيمات ألفا من أنويتها بحثا عن الاستقرار. نظائر مشعة نعرف احنا تبعث أنوية حتى تستقر من عملية الانشطار. جسيمات ألفا شبيهة 4 HE 4 × 4، يعني 2 بروتون و2 نيوترون. هذه جسيمات ثقيلة نسبيا، ولذلك يمكن تحديد طاقتها عند انطلاقها تاركة النواة ذلك العنصر المشع بدقة كبيرة، مما يعني أن الطاقة إلها صغيرة جدا، ينتج من علاقة عدم تحديد أن الدلتا تي كبيرة. وهذا يعني أن كلما كانت معرفتنا بطاقة الجسيمات المنبعثة أدق، كلما كان جهلنا بالزمن الذي حصل فيه انبعاث جسيمات ألفا من النواة أكبر، ولا نستطيع أن نتنبأ بدقة متى سيحصل انبعاث جسيمات ألفا بسبب كبر الحجم. من الواجب تذكره عند هذه النقطة أن مبدأ عدم التحديد لا يقتصر على السرعة والموقع، سرعة وموقع أو طاقة وزمن، بل يشمل أي صفتين فيزيائيتين. إذا مو بس على ذني، يقدر أي صفتين فيزيائيتين لا يكون المؤثران الخاصان بهما شنو؟ تبادليان، يعني لازم مو متبادلين. كما يجب التنبه إلى أن عدم قدرتنا على تحديد هذه الصفات الفيزيائية بدقة لا له علاقة له بالتقدم التكنولوجي للبشرية. فعلاقة عدم التحديد هي شنو؟ هي علاقة مبدئية من أصول ميكانيك الكم، ومهما علت علومنا لن نستطيع أبدا أن نعرف على سبيل المثال سرعة وموقع الإلكترون بدقة بالغة في نفس الوقت. يقول نذكر في هذا المجال معادلة تساعدنا في تقدير الخطأ لقياس أي قيمة فيزيائية، اللي هو دلتا F. إذا أقول لك قدر الخطأ، هاي العلاقة دلتا F أي قيمة فيزيائية شو يساوي لنا؟ جذر F تربيع فوقها شنو؟ قيمة متوقعة ناقص F قيمة بعدين تربع. لاحظوا هذا التربيع بعد ما أطلع القيمة المتوقعة، هنا لا، أربع القيمة وبعدين طلع لها القيمة المتوقعة. إذا طرحت هذا الناتج من هذا الناتج وطيته جذر يطلع لنا دلتا F. لاحظوا انتبهوا للتربيع، أكو مرات فوق الخط وأكو جوا الخط. F تربيع هو المتوسط الحسابي معدل، هذا متوسط الحسابي المعدل المن؟ لمربع القيمة الفيزيائية. أما الـ F داش فوق تربيع هو مربع منه معدل القيمة الفيزيائية. يمكن حساب كل منهما بواسطة المعادلة 2.8.
من 2.8 مال البروبابيليتي وتضرب الدالة في مرافقها. والملاحظة الأخيرة حول الدوال الموجية هي إنه إذا كانت الدالة أبسايل آي حلل معادلة القيمة المميزة، يعني دالة في مؤثرها طلعت لنا الدالة في نفسها في قيمة معينة، وكانت الدالة أبسايل جي حلا آخر لنفس المعادلة وبنفس القيمة المميزة F، يعني الدالة نفسها طلعت حل نفس المعادلة، فإن أي تركيبة خطية linear combination اللي هي A أبسايل I زائد B أبسايل J من الحلين المذكورين هي نفس حل المعادلة، نفس حل نفس المعادلة. يعني شلون؟ لاحظوا هذا المثال، دالة مؤثر، عندي دالتين مؤثرات بيناتهم اللي هي وحدة أبسايل I وحدة أبسايل J، مضروبات كل وحدة قدامها قيمة معينة، وحدة A وحدة B، حاصل أجا مؤثر أثر على المجموعة كلها، فهذا المؤثر أكيد راح شو يسوي؟ يتوزع عليهن F A أبسايل I زائد F B أبسايل J، توزع على هاي القيمة وعلى هاي القيمة. شو يساوي؟ إن A دخل هنا بالنص A F أبسايل I، ودخل هنا B F أبسايل J، بط ال F أوبريتر أبسايل I، شو يساوي؟ إن F أبسايل I، صح لو لأ؟ والمؤثر F على الأبسايد J، شو يساوي؟ إن F في الأبسايد J، فراح أعوض هنا F operator A أبسايل I زائد B أبسايد J، شو يساوي؟ إن A F أبسايل I، عوضت هنا هاي القيم زائد B، وهاي هنا شو عوض؟ F أبسايد J. هسه ايش عندي هنا؟ عامل مشترك، مو أطلع ال F برا، F ايش ترجع؟ A أبسايل I زائد B أبساي الجي، يعني هذا اشترى لي الدالة نفسها في قيمة معينة إذا أثر مؤثر في الدالة نفسها. إذن الـ A I زائد الـ B أبساي الجي هي an eigen function، يعني هي شنو؟ دوال ذاتية، دوال ذاتية. هذا إثبات، إثبت بأن مثلا ذن الدالتين ذاتية قيمة لها مميزة، اللي هي منو قيمة مميزة؟ هاي الـ F، وهاي الدالة الذاتية وهاي الدالة الموجية أثر بيها مؤثر اسمه منو؟ الاف. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نشتغل رياضيات وعمليات التكامل، حتى تحفظون الإكسبونيشال شلون تطبقون القيمة مالته مال الإكسبونيشال شلون تشتقونه بالتكامل، وشلون نستخرج القيمة الذاتية ونستخرج الدالة عيارية أو الدالة تحقق شرط التعامد. أي سؤال طلاب؟